طلاب وطلبة الجامعة العربية الأمريكية، السلام عليكم. هذا حل البيولوجي لاب عند الدكتور حازم صوالحة، النسخة الثانية. بيقول السؤال الأول: What are the two type of lenses we found at the light microscope؟ شو نوع العدسات الموجودة في اللايت مايكروسكوب؟ هن الأوكيولار والأوبجكتيف. المنشن وين داي يوز تو ستين ذا سبيسمن، اذكر اسم صبغه واحده تستخدم في صبغ العينات. انا كاتب هون الميثيليني بلو، تقدر تكتب الصفرانين، تقدر تكتب الملكايت جرين، تقدر تكتب الكريستال فيوليت، تمام؟ في اكثر من واحد. طيب، why do you have to place the cover slip in the angle of 45؟ ليش لازم تحط الكفر سليب، الغطاء تبع الشريحه، بزاويه 45 درجه؟ To avoid bubbles. Which adjustment knob you use? Which adjustment knob you use to start focusing the microscope? أي عجل من العجل أنت راح تحركه أول ما تمسك الميكروسكوب؟ The course adjustment راح تستخدمه. What is the maximum magnification of light microscope؟ الأكبر تكبير لللايت مايكروسكوب هو 1000x. Which part of light microscope used to carry microscope؟ أي جزء من الميكروسكوب يستخدم لحمل الميكروسكوب؟ هي النك والبيس، الركبة والقاعدة، تحمل الميكروسكوب من الركبة والقاعدة. What is the range of magnification in the distinct microscope؟ ما هو معدل التكبير في المجهر التشريحي؟ 7x ل30x. List two material you need to prepare the wet mount. قول اذكر مادتين بتستخدمهن في عملية تحضير الويت ماونت. أنا كاتب هون الكفر سليب والدروبر. بتقدر تستخدم أو تقول السلايد، الكفر سليب، الدروبر، الدروب اوف ووتر. بتقدر تقول مثلا البيبر وذ اي لترز، ورقة مكتوب عليها حرف اي، تمام. هذه الوظيفة كانت عند الدكتور حازم صوالح. يعطيكم ألف عافية، يا ريت تشاركوا الفيديو.